حبايبي بريك وان، تعالوا كده نشوف هنعمل موديل اكزام علشان انت عندك ان شاء الله اكتوبر. لما يجي لك الفورمولا تاخد بالك هو عايز ايكوال ولا دازنت ايكوال. لو قال لك حبيبي اكس ايكوال، غير لما يقول لك اكس دازنت ايكوال. لما يقول لك اكس ايكوال اشتغل اب ولا داون؟ شكرا. يبقى لو قال لي اكس ايكوال اشتغل اب، طب تعمل ايه؟ اقول له النمبر اللي جنب الاكس اعمل له اوبزيت ساين فتبقى نيجاتيف 4. لكن لو قال لي دازنت ايكوال اشتغل يبقى اكس ساعتها تبقى في مشكله؟ لا. طب استنى يا مستر، هنا في كلمه قايلها وانت ما خدتش بالك منها. الله عليك، نوت راشنال. كلمه نوت راشنال يبقى doesn't equal ولا equal؟ doesn't equal. يبقى هنشتغل up ولا down؟ down. شكرا. الاكس بتاعتك down جبتها بكام؟ بـ3. حلو. تروح انت جاي بقى هنا، دي بيزود لك فكره. كان دايما يقول لك اكس equal او اكس doesn't equal. المره دي قال لي اكس ماينس. انا جبت الاكس بكام؟ 3. يبقى تحط هنا 3. 3 ماينس 2. وتجيب الانسر equal. ادي حبيبي السؤال بفكرة جديدة. نقول تاني بالراحة لو سمحت، أنا بدأت أتكلم، ما تروحش لورقتك، ما تروحش كشكولك، بطل العادة دي، حاول تتعود تفهم. وانت بعد كده بقى طبق مرة واتنين. هنا مديني فراكشن، وهنا قال لي نوت راشنال. نوت راشنال يعني اكس دازنت ايكوال، يبقى هشتغل داون. هنا نيجاتيف 3 اخدها بوزيتيف، لو كانت بوزيتيف اخدها نيجاتيف. طب لو كنت هشتغل بايكوال يبقى كنت هشتغل اب واخد الفور انقلها اوبزيت ساين، يعني بعكس الاشاره. الراجل ده ما اكتفاش بدول بس، لا، قال لي طب انا عايز اكس ماينس 2. اقول له انا جبت الاكس 3، يبقى 3 ماينس 2 تديني 1. تعالوا كده نشوف الفكره اللي بعديها. كلمه اديتيف انفرس هي حبيبي لو قال لك كلمه اوبزيت. حلو خالص. لازم اتعلم ان السؤال ليه اكتر من شكل. طيب هل ينفع اشتغل على الفورمولا؟ حلو خالص. يبقى احنا قلنا ما اشتغلش اللي معاه باور، ما اشتغلش اللي فيه ابسوليوت. الراجل ده باور زيرو. لو انا دخلت الراجل ده في الكالكوليتر، اي حاجه باور زيرو ايكوال، شكرا، يبقى كل ده كانه ايه؟ يبقى سؤالي هات الاديتيف انفرس بتاع ال1. شكرا. اتعود تتكلم، اقرا السؤال مره واثنين، مش يلا بنتسرع ونشتغل على طول. نمره 3 بيقول لي الاديتيف ايدنتيتي. اديتيف ايدنتيتي، ها اهو انا عمال اسمع اجابات وكل واحد يخبط في الاجابات وخلاص. طب ما ترسى، قول حبيبي زيرو. لا اديتيف اهو سكيت بس حبيبتي. اديتيف ايدنتيتي فعلا يا مستر الزيرو. امال مين الوان ده؟ المالتيبليكتيف ايدنتيتي. تعالوا بقى هنطلع على السؤال ده ونشتغله لوحديه، ويا ريت تراجع الجزئيات ديت تجي لك كومبليت او تشوز. من ضمن الحاجات اللي انت درستها في الراشنال نمبر انه يجي يقول لك فايند تو راشنال، فايند وان راشنال، فايند ثري راشنال. هل ينفع يا مستر اشتغل فراكشن وده ديسيميل؟ حلو. يبقى انا باي يوزنج كالكوليتور مش هسيب دي. يلا بسرعه شوفها لي هتدي لك كام. طيب يبقى انا لازم الراجل ده اخليه ديسيميل، اخليه فراكشن. كلكم قلتوا كام؟ 1 over 4. فبقي السؤال بتاعي 1 over 5 وادي كوارت. تبعدهم كده عن بعض. ما ينفعش يا مستر اشتغل واجيب بينهم حاجه طالما الدينومينيتور ديفرنت. نعمل ايه؟ هاخد يا مستر الفور طيب ابو داون وارجع بالفايف. نسيت اقول اللي عنده طرق تانية للحل حل بيها، انا يهمني انك تكون فاهم وخلاص. في مشكلة؟ يعني اللي عايز الفور يعملها تايمز، والفايف تروح تايمز، وبعدين دول يبدلهم. صدقوني هي
هركب العربية من الباب اليمين، هركب العربية من الباب الشمال، هركب وخلاص، عشان بس ما نقولش الطريقة دي والطريقة دي. طيب نكمل. يبقى الراجل ده هيديني 4 over 20، الراجل ده يديني 5 على 20. يا مستر 4 و 5 مفيش بينهم حاجة، طب نعمل ايه؟ قلنا في كذا طريقة، هقول تاني اهو الضغط. ممكن اعمل تايم فري اب وداون للكل، ما خلاص دول ايكوال. ممكن اعمل تايم فور اب وداون. ناس قالت ايه؟ لا يا مستر انا هعمل تايم 10 على طول عشان اجيب اي نمبرز. حاضر، ادي 0 0، لكن كل دي تنفع؟ ايوه، ادي 0 0. ده بقى 40، ده بقى 50. هل في بينهم حاجة؟ انت عايز كام؟ يبقى انا هكتب بقى هنا النمبر اهو. 41 over 20 42 over 200. سوري، ادي حبيبي السؤال ما ينفعش تخسره. ده في فكرة بقى تانية هقولها لك دلوقتي، بس بص كويس للي انا عملته. من ضمن الحاجات المكررة عليك ان انا اجي اقول لك find rational، يعني انا عايز واحد بس، بس المرة دي اقول لك in middle او half او third او fourth between كذا وكذا. ده سؤال مستقل. طب اعمل ايه؟ اتعلم بقى معايا. لما يقول لك حاجة زي كده ممكن يقول لك، بص كده اهو، ممكن يقول لك from smaller، ممكن يقول لك من البيجر. مش فاهم كلامك. يعني التو نمبرز دول فيهم واحد صغير فيهم واحد كبير. طب انا اعرف ازاي؟ حبيبي احنا قلنا ده 1 اوفر 5 وده احنا قلنا 1 على الفور. مين الصغير مين الكبير؟ حاجه من الاثنين، يا تعمل كروس، يا اما لما يبقى هنا 1 1 جنيه هقسمه على 5 ولا جنيه هقسمه على 4. مين البيجر؟ طب معلش يا ريت، ولا يهمك المهم. مش عارف، اعمل كروس، دي هتيجي 4 دي هتروح 5، يبقى ده البيجر. اسمع بقى الطريقه. لما اقول لك فروم سمولر، الطريقه والرول، سمولر ابتدي بالسمولر واقول بلس. لو قال لك من البيجر ابتدي بالبيجر واقول ماينس. ممكن نسمع حبايبي؟ نسمع. ده رول، ده قانون لازم تحفظه. تاني، انا اديتك تو نمبرز وعايز وان راشنال ان ميدل او هاف او ثيرد او فورث او فيفث، ايا ما يكون. كلمه ميدل او هاف يعني 1 على 2، ثيرد 1 على 3، فورث 1 على 4. لما يقول لك سمولر تقول هاخد السمولر واعمل بلس. لما اقول لك بيجر حلو قوي انك تكرر معايا، هو ده اللي يثبت المعلومه. بعد كده لما اقول لك ميدل تنزل الهاف، لما اقول لك ثيرد، لما اقول لك فورس. حلو خالص. نسيت اقول لك اللي هعمله هنا امال ايه الفرق؟ ان السمولر اعمل بلس، البيجر اعمل ماينس. وبعد كده حبيبي تعمل ابسوليوت، يعني هنا برضه لو هاف او ميدل اهو، لو ثيرد اعمل ثيرد، لو فورس اعمل فورس، وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ الابسوليوت. ده بقى هندخل جواه التو نمبرز اللي عندك دول، بس بينهم ايه؟ بينهم ايه؟ شكرا. ادي يا بابا الدرس بتاع هات لي ثيرد، هات لي فورس، هات لي فيفث، نقول تاني مع بعض وبس كده. اقول له اه بس كده. قولي يا استاذ الغيب. براكت؟ طب ايوه. حاضر حبيبتي. هو انت دلوقتي طبقتي وما طلعش براكت؟ ده براكت؟ لا انا عارفه، لا من الناس عملتها ان براكت. لا ده ابسوليوت عشان الانسر ما تطلعش نيجاتيف. طيب حاضر، تعالي نعمل ستوب. طيب تعالى بقى نسال، احنا قلنا هنا مين السمولر؟ ال 1 اوفر 5. يبقى بص بقى، يبقى ده الرول اهي، دي الرول. يبقى انا اهو 1 على 5 هشتغل بلس. تعالوا نلعب بتاع الثيرد، يبقى تقول ثيرد، وادي هنا 1 على 5 ماينس 1 على 4، كل ده في الخلاط هيطلع لك 1 راشنال.
بس كده؟ اقول له اه بس كده. درب نفسك لو سمحت. سؤال جميل بيجي في الامتحان مش اقل من نص سؤال عليه 3 درجات. يا مستر لما يقول لك simplest form زميلتكو قالت اعمل divide، طب الطالب او كل الطلبه للاسف نظام التكاوي، يبقى هيعمل ايه؟ هياخد الراجل ده يكتبه على الكالكوليتر، وياخد الراجل ده ويكتبه على الكالكوليتر، وتخلص الاجابه. طب يلا مع بعض كاني بعمل divide 5 up down، فالراجل ده نيجاتيف 9 على 4، الراجل ده هنعمل ديفايد 11 عشان دي تقبل على 11 تبقى 8، ودي تقريبا 12. بعد كده هعمل تاني، انا ما معيش كالكوليتر، هتبقى 3 على 4 صح؟ غلط. غلط؟ 4 على 3 سوري غلط. يا اصبر هنعمل ديفايد 4 تبقى 3 على 2. عايش يا بابا. طب وجبت النيجاتيف منين؟ عشان النيجاتيف يا ابني النيجاتيف بتاع دي، لكن دي بوزيتيف. ايوه ماشي. ايوه حاضر. تعالوا كده مع بعض نكمل. اتعود تقرا السؤال مره واثنين وثلاثه. السمولست نون، سمولست نون نيجاتيف. يا مستر تعالى كده نشوف هو بيقول لي راشنال. اولا حبيبي انا ده ينفع راشنال؟ لا. اه يا حبيبي ينفع باي يوزنج كالكوليتر 1 اوفر 10. ايه ده وما تدبش. وادي هنا هاف، وادي هنا 1، وادي هنا 0. اول هام عشان هو قال لي نون نيجاتيف الزيرو شغال، لو ما قالش نون كان يبقى ساعتها الزيرو مش شغال. تعالى بقى نكمل. هنا 1 اوفر 10 1 اوفر 2 وادي 1 و 0. يا ترى مين السمولر؟ زيرو. طب نهدى حبيبي وما ندبش، قول يا بابا. طيب حبيبتي ها ها قول. طيب تعالوا نشوف ده 1 اوفر 10، انا عايز كله يبقى اوفر 10. نعمل ده تايم فهيبقى 5 على 10، نعمل ده تايم 10 اب داون يبقى 10 على 10، وده يبقى 0 على 10. كلهم بقوا سيم دينومينيتور. ابتدي اقول لنفسي انا عايز النون نيجاتيف وعايز السمولست. مين يا مستر؟ بص كويس يا ابني. ها؟ هنا 0، هنا 1، هنا 5، هنا 10، يبقى هناخد ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل في فضل. المرة دي أنا مش بقول لك فايند بتوين، أنا بقول لك النمبر أوف انتجر بتوين. لحظة بقى. يبقى أنت حضرتك أنا عايز انتجر. انتجر يعني ايه يا مستر؟ يعني 1 2 3 يعني حاجه هول، ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف. يبقى حضرتك لما اقول لك نمبر انا عايز اعرف بين ده وده في كام انتجر. طب يا مستر مش فاهمين. بص حبيبي ادي 3 على 5 وادي 8 على 7. انا مش عايز راشونال، انا عاوز انتجر. انتوا قلتوا نعمل داب وداون صح، بس برضه خد بالك مش ده اللي هممني. هنا يبقى 22 وهنا هتبقى 35، هنا يبقى 40 وادي 35. انا مش عايز اللي بينهم، انا بسال بقى بين دول في كام انتجر. استنى بس. بص حبيبي، بص حبيبي، طيب تعالي بس. هنا هبتدي اكمل 22 على 35 و23 و24 و25 لغاية ما هتوصل ل 35 على ال 35. اشمعنى ده اللي انت عايزه؟ عشان 35 اوفر 35 يديني كام؟ وال 1 هو ايه؟ يبقى بتوين التو نمبرز دول طلع لي كام انتجر؟ بس حبيبي هي دي الفكره اللي بيسال عليها. هو مش بيقول لك هات لي، ولا بيقول لك مين اللي بينهم. حبايبي لما يقول لك ان ذا اوبزيت فيجر وادي مديني الرسمه، مهم قوي انت تقرا الجيفن اللي بيكتبه لك في الجنب. يعني ما تروحش هنا على طول للمره الثانيه. الجزء ده جزء مهم. اهم حاجه هو قايلها بيقول لك كده ان الفيجر، او يقول لك كلمه بوليجون
A F D E واداني السيمبول الجديد بتاع السنه دي وبيقول لي الفيجر B F D C. ومش كده وبس، وبيقول لك كمان A B ب 12. بص بقى انا هاجي هناك اكتب كل ده ب 12 A B. بص كل ده 12. اسمع الكلام، ايه كمان؟ A E و B C equal 5. كمان مرة A E الراجل ده 5 وكمان ال B C 5. ايه تاني؟ E D equal C D. E D equal C D each of them كل واحد منهم ب 8. تاني يا مستر حبيبي خد بالك معايا هنا لو سمحت، انت قلت الفيجر ما تروحش على الشكل، اتعود تروح على الجزء اللي هنا. الجزء اللي هنا ده مهم فوق ما تتخيل، لازم تعرف ان ده جيفن، ان في حاجات ممكن ما تبقاش موجوده هو كاتبها لك. طب انت عاوز ايه؟ اول سؤال بيقول انا عايز الميجر اوف انجل سي دي اي وكمان عاوز اللينث. يبقى انا عندي هنا حاجتين عايزهم، عاوز اللينث بتاع البي اف. خد بالك لو سمحت، وده اللي انا قلته قبل كده وهكرره تاني، لما يا بابا يديلك علامه الكونجروانت تستفيد ايه؟ اقول له استفيد حاجتين، اقدر اشتغل باللينث على السايدس واقدر اشتغل بالانجلز. بص معايا تاني، هتقسم ورقتك، واحد يقول انا هبتدي بالانجل يبقى باخد الكورسبوندنج، كورسبوندنج يعني الفيرست مع الفيرست، يعني الانجل A مع الانجل B. فاهم انا بقول ايه؟ نقولها تاني، ده كونجروانت. كونجروانت استفيد حاجتين، اخد الكورسبوندنج انجل يعني الفيرست ليتر ده مع ده واقول كده الانجل A تبقى كونجروانت مع الانجل B، او حد تاني يقول ميجر اوف A تبقى ايكوال ميجر اوف انجل بي. ده اللي احنا نقوله. معايا يا بابا؟ معايا؟ نكمل، يلا اللي بعتيها. دي انجل، يبقى لما اخد ون ليتر يبقى ده انجل، يبقى الانجل مع استنى بقى يا برنس. برافو عليك، نروح رايحين على الرسم. اه فوق عندي دي وعندي دي. يبقى في اف اب في اف داون. لما يبقى ون ليتر كومن حضرتك تترجمه 3 ليتر، يبقى الانجل دي اقول عليها ها ميجر اوف انجل اي اف دي. الله ينور عليك، اي اف دي ايكوال اف بي ميجر اوف انجل ميجر اوف انجل بي اف دي. خد بقى المفاجأة واسمعني بقى وركز، لما يبقوا الاثنين دول ادجيسنت وهما الاثنين هاف ستريم ستريت لاين، يبقى هما الاثنين 180 واعمل ال 180 ديفايد 2 تطلع لي 90. ادي نقطة مهمة أوي أوي أوي. نقول تاني، أنا قلت الإف طلعت مع الإف، ما تخافش. أدي إف في البوليجون الأولاني وأدي إف هنا. أنا أترجمها 3 ليتر، يبقى دي A F D B F D. شكراً. ولما يبقوا الاثنين أدجيسنت وسيم ستريت لاين يبقى 180، اعمل لهم ديفايد 2. بكمل برضو، بص كده ادي دي وادي دي. ثانية يا مستر، ادي لتر دي يا حبيبي، يعني ادي دي ايكوال ما اقولش دي كومن، لا حبيبي اصل فوق في انجل اسمها يلا مع بعض ها ميجر اوف انجل دي اي دي اف تبقى ايكوال ميجر اوف انجل ها دي سي دي اف سي دي اف. واحده منهم 40 تبقى الثانيه هي كمان 40. اروح جاي احط كمان 40 لو انت عايز. ادي 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 اللي هو عايزه. نقول تاني، بص كده انا خدت الليتر دي قصاده دي. ايوه ما انا عندي انجل فوق الفيرتكس بتاعتها دي، عندي انجل تحت الفيرتكس بتاعتها دي، يبقى دي ايكوال دي اكتبها باللتر. انت 40 يبقى انت كمان 40. طيب تعال نروح الناحيه الثانيه. اه انا عاوز اللينث بتاع البي اي. بص بقى معايا هنا يا صاحبي،
احنا قلنا هناخد الكورسبوندينج سايد. خد بالك يا بابا السايد باخد 2 لتر يبقى اي اف ايكوال اف اي بي. بص بص بالراحه بالراحه عشان ما نقولش غلط. اي اف يبقى بي اف. بعد ما اكتبها قلت لك من المره اللي فاتت روح هل يا مستر مديني الاي اف؟ لا. طب مديني البي اف؟ لا. مديني كله ب 12. الله عليك. يبقى 12 ديفايد 2 يبقى ده بس. بس حبيبي لو انت حابب تكمل هاخد الاف دي مع الاف دي فعلا ده كومن. خد بقى دي الاف دي ده طلع كومن. المفاجاه ان ده اسمه اكسس اوف سيمتري. وكلمه اكسس اوف سيمتري يعني بيعمل ديفايد للشيب ان ده اقدر اطبعه على اللي فوق او اللي فوق يتطبع على اللي تحت. الجمله دي مهمه. الراجل ده كومن في النص اسمه اكسس اوف سيمتري بيعمل ديفايد للشيب لتو كونجروبت. لو انت عايز تكمل انا مش محتاج تاني. ادي يا مستر دي اي تبقى دي سي. فعلا هو مديهمني ده 8 وده 8. ادي التمرين وازاي افكر فيه. حبايبي من ضمن الاشكال اللي مكرره عليه انه ممكن يديلك حاجه بالشكل ده او يديلك حاجه بالشكل ده. هنا انا ما عنديش ستريت لاين. هنا دي كده اسمها ايه كوميوليتيف ودي ب 360. لكن هنا انا عندي ستريت لاين مش واحد عندي اثنين فبيعمل لي الفورم ده. اقدر اقول دول في او اي يعني فيرتيكالي اوبوزيت انجل ار ايكوال الميجر. والمره اللي فاتت انا راجعت لك اغلبيه الديفينيشن. طيب ازاي يا مستر اجيب الميجر بتاع انجل اي ام دي؟ لازم حضرتك تروح تحددها فين اي ام دي؟ هشام معايا على التليفون. ها حاضر يا ادي ايه؟ اهدى يا بابا بقول هشام. ادي اي ام دي يعني انا عايز كل دي. كل دي حبيبي ومديلك منها حته اي دي. يبقى انت لو عرفت تجيب دي هتكملوا مع بعض. طيب اكمل بس معلومه صغيره. بص بقى حبيبي يا مستر المفروض لو انا جبت القلم وعملت كده ادي ده 3 انجل 180 بس انا ما اعرفش غير واحده يبقى مش هعرف اشتغل. قول يا حبيبي اعمل 180 ماينس 80 يا حبيبي ما ينفعش يبقى عندي 3 انجل واعرف واحده فاجيب الباقيين استحاله. طب نعمل ايه؟ اقول له بدل ما هشتغل تحت اشتغل فوق. قول يا اريني عايزه تقولي ايه؟ اقول له السيمبل ده معناه ايه؟ حلو. فيبقى انا لو بصيت حبيبي فوق ادي ستريت لاين عندي 3 انجل عندي منهم 2 اقدر اجيب الثيرد تاني. مش هعرف اشتغل تحت؟ لا مش هعرف. ليه؟ عشان دول 3 انجل عندي 2 ميسنج. يبقى بدل ما اشتغل تحت اشتغل فوق اهو. فانا هقدر اجيب له الانجل. انت اسمك ايه يا طنط؟ ها؟ انجل اي ام سي. اي ام سي اي ام سي هجيبها ازاي؟ ادي يا مستر ال 180 انقص منها 90 وكمان 35 هحسبهم بالكالكوليتر هتطلع لي كام؟ 55 تقريبا. حد يتاكد ويراجع ورايا. اوعى تنسى تعمل البرانتيكس. شكرا. خد بالك معايا نكمل. طب حبايبي نكمل حبايبي خلاص 55 عشان ما نضيعش الوقت. بص بقى معايا انت قلت الفيرتيكال يوبزيت دي مهمه. هل عندي اثنين ستريت لاين او لاين؟ بص كده اهو واهو اهو واهو. الانجل دي مع الانجل دي، دي مع دي. يبقى ميجر اوف انجل اي ام سي ايكوال ميجر اوف انجل دي ام بي. اشمعنى؟ لا حبيبتي في او اي. شوف انا لما اقول في او اي وانت بتقولي اي حاجه بس عادي ما بزعلش. يبقى يا مستر دي كده انا جبت دي اللي فوق 55
تبقى دي اختها 55. ادي الانجل اللي عايزها. اخر حاجه عايز اجيب دي 180. يبقى هاجي اقول له كده ميجر اوف انجل. ثواني يا حبيبي هقول عليها واي ام دي تبقى 180 ماينس منها واحده 55 واحده 80 عشان انا عرفت دي 55 ودي 80 ادخلهم في الكالكوليتور هنا 135 تطلع لي 45 يبقى انا جبت دي 45. هو عايز اي ام دي بقول له ميجر اوف انجل اي ام دي واحده عندي 80 واحده جبتها 45 تبقى 125. نقول تاني بالراحه حبايبي. بريبوان من ضمن الافكار المهمه ان يقول لك اكس ايكوال واي ايكوال اي ايكوال بي ايكوال ويقول لك فاين وممكن يقول لك كلمه نوميريكال. اتعلم ان السؤال ده هديه في الامتحان. ممكن نسمع طيب؟ ممكن نسمع الجزم اللي ورا دي اكس حضرتك تطلع فوق تدور يا اكس انت بكام؟ جاي تحتها واكتب الفاليو بتاعتها. قابلتني بعد كده ساين سواء نيجاتيف او بوزيتيف يا مستر دي ماينس عارف. واي اطلع فوق يا واي انت بكام؟ اهو بركتين الاثنين مع بعض قفلت البرانثيز. بعد كده بلس اهو زد اروح كاتب الفاليو بتاعتها. دي ايه يا مستر؟ دي اسمها سبستيتيوت. خد بالك يا استاذ انس يا اللي بتفلي الورقه. ماشي بس اهو حبيبي على البورد. على البورد حبيبي. على البورد يا عمر. ثواني يا جن. على البورد. على البورد حبيبي في النور. تاني اكس ايكوال واي ايكوال زد ايكوال. ويطلب مني حاجه بالشكل ده. اقول له كل ما يقابلني لتر اطلع اجيب الفاليو بتاعته واكتبها تحتي. هل الكلام ده صعب؟ متاكد؟ تخيل بعد كده ممكن اعمل ايه؟ باي باي. سؤال هديه في الامتحان يا جن. يا مستر هنا كان في نيجاتيف وانت ما كنتش شايفه. اللي انا اقصده ان سؤال اكس اطلع اجيب الفاليو، واي اطلع اجيب الفاليو، زد اطلع اجيب الفاليو اكتبها تحتها وبعدين كله في الكالكوليتر. طب ايه تاني حبيبي قبلك وهديه برضه في الامتحان؟ مساله الديستريبيوت. تعالوا نشوف مع بعض يا مستر. لما تجيلك مساله ديستريبيوت دور على مين الكومن، مين النمبر اللي اتكرر. اديني بقول بالعربي نسمع بقى وبلاش رغي نسمع وخلاص بقى. انا سبتك تحل وقلت لي ما حليتش خلاص حبيب. مش كده وبس، انا قلت لك لما تيجي تشتغل دي تاخدها بعلامه التايمز. هيفرق معايا يا مستر؟ ايوه هيفرق معاك. يبقى مساله الديستريبيوت هتدور على النمبر اللي متكرر اهو. لما تيجي تاخده تاخده بالتايمز. طب ده بالتايمز اهو، ده بالتايمز اهي، ده ما معهوش تايمز، ده يبقى سؤالك، ده يبقى سؤالك، ده ما معهوش تايمز. تحط انت من عندك تايم 1 يفرق؟ يا حبيبي هي دي فكره المساله. اروح جاي ياخد ال 3 على 7 بالتايمز وادي البرانثيز. اجيب قلم بنسل باي باي اتبقى الفوق وبعديها بلس. يعني جوه هنا ما يكونش معايا ما بحبش صدى الصوت. هنا ما يبقاش غير بلس او ماينس. خدتها بالقلم البنسل اهي اتبقى التو وبعديها برضو بلس. خدتها اتبقى الواحد. من غير ده مسالتك غلط، غلطت فيها. ادي فكره المساله. ممكن كان يبقى بدل دول فراكشن، انا ماليش دعوه. انا المهم خدت الكومن بعلامه التايمز كتبت اللي اتبقى. انزل تاني ب 3 على 7 تايمز. برضه مساله تيجي لك في امتحان الترم، تيجي لك في امتحان الشهر، نص سؤال وما فيهاش اي تعب. دول كلهم بالكالكوليتر. اهو. بعد كده برضه دول كلهم بالكالكوليتر. انا اللي بقول لك اهو عشان ما تغلطش وتخسر الدرجه. وادي الانسر. يبقى ادي الستبس ولازم اعمل ستبس؟ ايوه. لما حبيبي عندك سؤال مهم، لما يقول لك اوبتيوز انجل انا ما اديتكش ديجري، لما اقول لك مين الكومبلمنت او مين السبلمنت؟
انا عايز تايبس اوف انجل. تايبس اوف انجل الاوبتيوز ملهاش كومبلمنت. ليها سبلمنت. مين اللي يعمل سبلمنت مع الاوبتيوز؟ طب انا نسيت يا مستر. ما تخافش يا حبيبي، في طريقه. فات اهو لما اقول لك سبلمنت تعمل ستريت لاين، ادي اوبتيوز اهي، ده الشيب بتاعي، يبقى اللي جنبها ايه؟ شكرا. يبقى السبلمنت بتاع الاوبتيوز اكيوت، يبقى فهم مش حبس. طب الاكيوت مين السبلمنت بتاعتها؟ الاوبتيوز بس. الله. طب يلا نلعب اللعبه الثانيه. يا زيرو، انا لو عملت كده هنا الزيرو، طب مين اللي يعمل لها سبلمنت؟ اقول له الستريت انجل. الكلام ده مهم حبيبي، قلناه 100 مره. طب تعالى نلعب مع الكومبلمنت. الكومبلمنت تروح عامل الرايت. لو انا عملت كده دي ايه؟ دي اكيوت. يبقى مين الادجسنت بتاعتها؟ اكيوت زيها. طب لو دي زيرو، مين اللي يعمل لها كومبلمنت؟ الرايت. المجموعه دي مجموعه مهمه. يبقى الكومبلمنت بتاع الاكيوت اكيوت، لكن السبلمنت بتاعتها اوبتيوز. الزيرو تعمل كومبلمنت مع رايت، والرايت تعمل مع الزيرو. الزيرو تعمل سبلمنت مع الستريت، والستريت تعمل مع الزيرو. اخر حاجه ممكن يقول لك عليها، يجي يقول لك الاوبتيوز دي كام ديجري؟ قولوا يلا دبوا دبوا واسمعوا. ايه؟ 90. مين يزود؟ الله عليك، حلو حلو التقريب. قول يا بابا 180. والله انا مبسوط منك. اسمع يا حبيبي انت وهو، وخد بالك والنبي. الله حبيبي، تعالى حبيبي اسمع. الاوبتيوز حبيبي دي بتبقى مور مور. نسمع بقى نسمع بقى نسمع بقى عشان الشلل. نسمع يعني خلاص بقى جبتوا لي شلل. مور 90 وليس 180. خلاص حبيبي خلاص انا جاني شلل خلاص. يا زيرو يا زيرو انا زيرو. اكيود الاكيود مور زيرو وليس 90. يا رب نسمع الكلام. الرايت انا اكزاكتلي رايت 90. الستريت انا 180. مفيش فصال؟ لا. في السؤال اللي بعده برضه يجي لك حبيبي، ان لو قلت لك ال 100 ديجري مين الريفلكس بتاعها؟ الكلام ده احنا قلناه 100 مره، بس قابلني لو احنا بنذاكر يا مستر. عيب يا مستر نذاكر ليه؟ حاضر نسمع يا بطاطا. لما يقول لك ريفلكس تروح جاي تقول له 360 ماينس الانجل اللي بيديها لك. يا ريت الحاجات دي تجي لك كومبليت وتشوز، عيب انك ما تعرفهاش، بس مش اكتر. برضه من ضمن الحاجات اللي تجي لك، من ضمن الحاجات يا بابا اللي يجي لك كومبليت وتشوف، يدي لك انجل بالديجري 40 80 ايا ما يكون. طب دي تعمل كومبلمنت مع مين؟ ثانيه، ينفع اقول له اكيوت او رايت او اوبتيوز؟ اقول له لا. لما تديني ديجري العب بالديجري، لما تقول لي كومبلمنت اقول له ماينس ماينس، لما تقول لي سبلمنت ماينس مين بقى؟ اللي بيديها لك. يا رب ما ننسى للمرة الألف، يا رب ما تنساش الكلام ده. الراجل ده ممكن يهزر يهزر يقول لك كده الماين سيجمنت كونجروينت اف، الماين سيجمنت كونجروينت اف، أو الأنجلز كونجروينت اف. الماين سيجمنت حبيبي كونجروينت اف إيكوال اللينث. الانجلز كونجروينت امتى؟ ايكوال الميجر. حاجات صغيره بس حضراتكم مش فاضيين، يعني ربنا يكون في عونكم.